انك تشيل انت ليبي مقسم قدامك تبكي ما تقدرش، لكن الله غالب تبي تتحمل وتشيل. يعني ما عندك شي تدير، الله غالب قدامك واحد مقسوم اثنين تبي تشيله، مقسوم اثنين ايش تبي تدير، الله غالب شيله وخلاص. وإنا إليه راجعون. أمس انتشلنا عدد 18 جثة، وتم إنقاذ عائلة مكونة من امرأة ومعها بنتين، والراجل للأسف شديد القناع متوفي. وتمت عملية طبعا البحث صعبة شوي، لأن طبعا أنت تحرس في البحر فهمت، تفتش على جثة هي تعبنا شوي صح في عملية البحث، بس الحمد لله يعني بفضل الله وفضل الرجال المخلصين رمي اللي مقدمين رواحهم فداء لهذا الوطن واخراج على جثامين، نسأل الله يتقبلها من الشهداء. والوضع والله يا رجل وضع صعب للاسف، والله الواحد يا رجل ما لا يسعني نقول ان الله وإني لا رجعهم، والله الواحد